والقلب من هم الفؤاد تصدع ما في النوى خير لنرضى بالنوى بل ان كل الخير ان نحيا معا مع الجميل ابن اوطار الشاعر حسين محمود. وتقديم هذا الفكر عن ضمن فقرات الانسيه الشاعر الشاب حسين محمود مدير الانشطه الشبابيه للطرح محافظه القرنوبيه يقدم قصيده لصاحب الفضل عليه سوف يقدم لنا صاحب الفضل على لمسه القاع فليتفضل. مساء الخير. شكرا للشرطه الخاص. لا هو اقول لك انا السر، تعالى قدام مثل كده عشان تبقى بعيد عن السماعات ان هي اللي عامله ده. ايوه ايوه هتلاقي الدنيا احسن يعني. قصيده بعنوان مسألة الخير. دي يعني رجعنا لكم من جديد في برنامجنا مفاتيح السعادة، وفقرة النهاردة فقرة الأمل. معانا شاعر حسام محمود شاعرنا الجميل. أهلا وسهلا بك يا حسام. أهلا بحضرتك. بنقدم النهاردة شاعر جميل، شاعر شاب ناشئ جديد في مجال الشعر. عايزين نسمع منه ابتدى ازاي. ازيك يا حسام، نورتنا النهاردة. عايزين نعرف بدايتك، ابتديت ازاي؟ وانا ابتديت في مدرسه الثانوي. تمام. كان في تشجيع من الاداره الثقافيه في قلب المدرسه وساندوني، ولحد يعني اخذت مركز اول على اداره اليوبيه بالنسبه لحاره الثانوي. كويس. وفيما بعد يعني نشرت في كذا جورنال مقاطع شعر وفي نصوص كامله. ممتاز. احنا كنا بنشوف الفيديو بتاعك. ما شاء الله عليك. ده كان في ملتقى اوتار الابداعي في مكتبه الزاويه الحمراء في القاهره. ده عملت فيه ما شاء الله الحمد لله يعني ايه ب 15 حفله. كويس. ده باداره استاذ الشاعر وليد مليجي والاستاذه ابتسام عبد الصبور. دول دويتو اوتار يعني، دول حاجه ما شاء الله يعني. وحابب اوجه لهم الشكر من مكاني. واحنا كمان بنوجه لهم الشكر ان هم ساندوك ودعموك يعني. مين بقى غيرهم اللي دعمك في حياتك بقى في الاول خالص قبل ما تبدا في بدايه الشعر، بدايه القائك للشعر؟ اكيد مين كلمنا عن الناس اللي دعموك. والدتي اكبر داعم ليا يعني. ربنا يخليها لك. ربنا يخليها لك حقيقي يعني. هي يعني كانت ام واب.
ربنا يخليها. انت والدك متوفي؟ اه والدي متوفي. رحمه الله عليه، رحمه الله عليه، ربنا يخليها لك. والدتي حياتي كلها، ربنا يخليها، ربنا يبارك لك فيها. انا سمعت من ضمن اشعارك الجميله اللي انا سمعتها حاجه كده عن الام. عايزين بس نسمع، طبعا احنا مش هنسيبك النهارده لما نسمع حاجات كتير قوي. انت عندك حاجه عن الامل؟ عندي حاجه عن الامل. طيب ممكن تقول لنا الاول الامل وبعد كده نشوف بتاعت الست الوالده. هي الامل بتقول عنوانها شيز لونج. شيز لونج. تمام. بيقول لك مش شايف انك احسن ولا حتى مسابق جيلك، العيشه معاهم صعبه، تفكيرهم غير تفكيرك، طب نفسك تصبح غيرك من غير ولا حتى تدمع، اصحى لي شويه وركز، سكتشي وقلمك واسمع، على غفله يا واد من الدنيا، احضن نفسك بشويش واطمن انك وحدك في الدنيا بدون تشويش، الضحكه في وشك جيش، بتحارب خوف لياليك، لو تعرف تسرح كمل واطمن انك ليه، كمل واحضن بايديك، هتحس ساعتها بفرق دنياك، هتشوفها قلوب من فوق، هتشوف الخلق وهتعرف مين كان حبك علشان مصلحته بس، وهتدخل جوه قلوبهم تكشف من فيهم حس بدموعك والاوجاع وحياتك ويا الماضي، هتحس ان الابداع انك تتاقلم عادي من دونهم وهتتعايش افضل ما تكون من الحاشيه، صدقني يا صاحب حياتهم من دونك بردك ماشي، انا عارف انك طيب ولا تعرف زي الدور ولا حتى معاك قرشين لا تروح عند الدكتور وتفضفض ليه اوجاعك وكانك واخد بنك وتقول من فيهم باعك وتمدد على الشزلون، راح اقول لك دكتور نفسي من غير ولا ربع جنيه واجزم لك انك تخرج من هنا ولا اجدع بيه، مسلوب من كل حمولك وكانك لسه يا دوب مولود وحياتك بيضه ولا خدتش اي حروب، ونصيحه اخي لاخوه اتأقلم ويا حياتك، اسرق من عمرك لحظة واتدفى ما بين درعاتك، مراياتك هم عينيك، تلخيصا كون إنسان بيمد إيديه لإيديك. الله ما شاء الله عليك. الله. جميلة. ننتقل للقصيدة اللي بعد كده، والشعر اللي بعد كده بيتكلم عن الأم. عن الأم بقول مساء الخير وكل الخير بيتمثل في حضن إيديك ودفاهم، مساء الخير على الجنة، على القلب اللي عاش فاهم دماغي قبل ما افهمها، ايديكي كانت سند ليا فأول خطوة برسمها، حياتها بتتوصف فيا، شبابها كان تمن ليا، كبرت وليا كدية، ورغم الآه بتتحمل، أنا العاصي لأغلى الناس وهي ورايا بتجمل، سلامي للي شافتني في عينها أجمل المخاليق، أملها إني بس أضحك كمركب ماسكه كف غريق، بتضحك عينها لما اكبر فتحضني اسيبها واشب، تقول بكره اكيد يعرف غلاوته لما يصبح اب، حبيبي بكره لما اكبر هيبقى ليا عكازي، عيوني في ضلمه لحظه خوف سند لو دنيتي تقاسي، ساعات بتذكر الايام وانا مبيتها زعلانه، في حضن الليل بنام مرتاح وهي في همي غرقانه، هياكل ايه ده نام مفطرش، ما كانش معاه فلوس ما خرجش، وشغله بالها بسعادتي تفكر في اللي جاي ليا، وانا العزله كانت راحتي، وخطوه الدب بتسند رجل اخونها وشب، تسقف لي لو الدنيا ما عنداني بتعرفني، تفكر في اللي جاي ليا تصبرني على الايام، يا واد بكره الحياه احلى في حضنك بص بعرف انام، تملي تزقني قدام عليها قلبي متعول، في ركعة فجري بسمعها بتدعي لحضرتي الأول، في عمرها يا حليم طول ما تحرم عيني من شوفها، أمانة يا رب خليها يصاحب خطوتي طفها، مساء الخير على الروح اللي عاش ألمي عجز عن وصف تعرفها. الله عليك يا حسام، خليتنا ندمع. الله عليك يا حسام، أنا من هنا بهدي القصيدة الجميلة دي اللي قالها حسام لأمي العزيزة ولكل الأمهات الغالية علينا. الله عليك يا حسام، ربنا يبارك لك يا ابني. والله أنا عايز أسألك سؤال بقى، أنت بعد ما أبكتنا كده وتعبتنا قوي كده، عايزين نطلع من المود ده وأسألك سؤال.
اتفضل. انت ايه اتجاه مدرسه الشعر اللي انت بتتوجه لها؟ يعني مثلا بالنسبه للشعراء المعاصرين، يعني هشام الجخ، استاذنا جمال بخيت، مين من المدارس دي انت يعني مايل ليها شويه؟ لا، استاذ هشام الجخ وجمال بخيت حاجه طاقتين، يعني ثقافه الواحد ما يقدرش يستغنى عنهم. تمام، يعني انت ماشي في بتميل لايه؟ بتميل لل... ممكن استاذ هشام الجخ شعره ايه يأثر فيا اكتر. وبالنسبه للشعراء الحاليين، في شعراء شباب، استاذ محمد ابراهيم واستاذ عمرو حسن، شعراء كويسين ما شاء الله، يعني ايه، وشعرهم بيأثر فيا فعلا. تمام، طيب نشوف فاصل ونرجع تاني مرة تانية مع. طب قبل الفاصل بس معلش، عايزين يعني تدينا تحفة تانية من التحف الجميلة. في قصيدة الوالدي رحمة الله عليه كاتبها رساء فيه، بقول فيها: حبيبي حبيبي اللي في عالم تاني دلوقتي بمس عليك، وحابب أفكرك إني بشوف حلو الحياة بعينيك، مشيت قبل ما تكشف لي حقيقة دنيتي الساذجة، مشيت فيها بدون وصفك وحسيت خطوتي أذكى من الباقي، أتاري الحزن كان باقي وكان داقي إني فيها وحيد، رحلت وسبت صاحبك طفل بياخد نفسه بالتنهيد. مع مرور الزمن شبيت، مع مرور الزمن شبيت، مراهق حلم حضن أبوه يفضفض ليه حكاوي كتير، يكون درعه لناس حاربوه، أقوم أعمل له مج الشاي، فرد يكون أوامرك إيه؟ أقول له إن الحاجات غليت وعايز بكرة 5 جنيه، أقول له نفسي أجيب كوتشي، تيشيرت أبيض، شنطة وكاب، تليفونك إدم هاته، حبيبي طلب وأمر مجاب، مشيت بدري فملحقتش، تلعبني معاك كورة، تقول لي بصيلي ما اسمعش، فتنهي بإيدك الفورة، فنخشك نصطلح تاني، تقول حريف يا ابن الايه، انام حضنك تغير امي، طبيعي خدت انا السكسيه، اقول لك ان وزنك زاد، تبص لي بصه مش ولا بد، اشوفك مندمج حبه، اخضك وانت ما بتتخض، تجيبني من قفايا يضحك، ونفشل ان منك افك، تقول مش عيب اخاف منك، تشهدني فاقول لك اشك، توصلني لمدرستي، توصي عليا طوب الارض، تقول لي وهبت لك روحي فحوش واشتري لك ورد، رحلت وسبت احلامي رصاص والدنيا استيكا، غنايا كان صبا ولهونت، ده بعد سنين غنى سيكا، رحلت وكنت مزيكا لتتر نهايه مش على البال، مشيت وانا لسه بتعلم تلمس رجلي على البدال، بمس عليك يا اجمل اب يا قلبي محبته باقيه، تمس عليك يا أجمل أب يا قلبي محبته باقية، رحلت وسبتلي ذكراك بتسقف روحي كالساقية، في آخر قولي بدعيلك، ولو طال عمري أو قصر هنتقابل ورح أجيلك وأفضفضلك وتتأثر، ومن منظر دموعي تخاف، فما تخافش بابان بينهم قوي ودموعي ما بتتشاف، ولسه ما زلت عند الوعد سلام دلوقتي. حرام عليك يا حسام. حقيقي حرام عليك، تعبتنا فعلا. ربنا يرحم ابهاتنا اللي ماتوا ويخلي الابهات اللي موجوده لابنائهم يا رب. طب ايه ده؟ ايه يا ابني ده؟ ميرسي، ربنا يعزك يا رب. جميل قوي يا حسام، جميل فعلا. ايه تاني؟ انا مش هسيبك النهارده. يا خبر ابيض، ده شرف ليا. متعنا الحلقه النهارده يعني. متعنا. في قصيده باسم مشهدين من مسرحيه بتقول: عادي يعني، عارف ان الكل بعني والزمن وياي عاند، وان في الدنيا دي وحدي والحياه والعشره هانت، حتى ان الضحكه بانت صفرة، لكن كنت عدي، كنت سايس فيكوا، لكن كنت طول الوقت ضدي، واللي كانوا في امس راحتي صبحوا كل الوجع منهم، لو حقيقي هلوم معاتب رحلوا من النمقى منهم، كنت جوه مسلسلاتهم ضيف شرف وملهش عازه، حضن دافي بيلجأوا له وقت ما تحل الاجازه، حتى كيف الحال ما دامت
والمسافه تزيد وهم نسيوا اسمي وحبي ليهم، نسيوا لما كنا لما، نسيوا دمعه جمعتنا في وقت ضيقه، نسيوا ضحكتنا اللي يومها كانت بتتصنف بريئه، نسيوا كل دقيقه فاتت بينا واحنا صغيرين، تسوى ايه الدنيا وانتوا بعتوا فيها اجمل سنين. مش هلومكم، مش هخالف نفسي يعني، برضو كنت معاكوا ضلع، واي حرب القايمه ضدي كنت ليكوا سيف ودرع، قلت بكره هتبقوا عيني هتعينوني على لقاتي. الحياه بتمر وانتوا كنتوا صعده بتضحياتي، لما فقت لقيتني وحدي بحضن الباقي في رفاتي. ياما خنتوا وياما خنت مشاعري ليكوا، حبيتوني شخص سلبي لعبه وخيوطها في ايديكوا مسرحيه، كنت دي لكل وجعه تصيب قلوبكم، الرياده من نصيبي لما بيحل اكتئابكم. خد يا هذا ثم بيفضفض ونوح، يمشي والاوجاع يسيبها راسيه جوايا في جروح، لما لقيوا بديل بعوني حتى قبل ما اقول وفضفض، كنت نفسي اسمعها منهم انت اجمد احكي ما يهمكش حاجه، قلبي يومها كان بيتنفس سذاجة، فاعتبرت ان اللي كان نفسي يقولوه اتقال وكفى، ارتضيت بالنفس اخني وابقى وياهم في كفة، حتى اخر مشهدين كنت في حضنهم، دكتوراه في الحل دايما لعلاقاتهم، بس افضل حل ليا ابقى بينهم مش وحيد، حتى لو اوجاعي منهم مش هلاقي في بعد عيد. فالملخص اني عاشق، شخص عاشق دور بطولي، حتى لو لقيوا البديل مستحيل هيسد دوري. الله يا حسين، الله يا حسين. عايز اسالك بقى سؤال. اتفضل. ما طبعتش دواوين شعر؟ ما انا اشتركت في ديوانين باشتراك مع زمايلي. كويس. بس يعني وبحضر ان شاء الله يعني ايه المعرض القادم باذن الله لديوان فردي. ان شاء الله ربنا يوفقك. ان شاء الله بالتوفيق. ربنا يوفقك. هل من مزيد؟ يا تفضل. في قصيدة بتقول عايزك تبقى عيون لمشيبي، مشهد أول شوق للقاه، كله سعادة وقلبه مزقطق، جاله الواد اللي اتمناه، ظهر هيعدل في المتلخبط، كوتش ملون قضل سيامة، اللي بيقرف راح غير له، بالنسبة له الدنيا بحالها، حلم الليلة بيتحقق له، حاسبه هيعيا دفوا الأوضة. أجمل كلمة بابا سمعها أول يوم وداه الروضة، كان من خوفه بيبكي فرحها. مشهد تاني بتسخر راسه، بات فوق منه يسيس فيه، يبكي الواد فايقيه محداده، يضحك تضحك كل ما فيه، عايزك يا ابني لما تشب تبقى عيون عكاز لمشيبي، ليا أنا مين في الدنيا أحكيله يسمع غير كتكوتي حبيبي. مشهد تالت راح مدرسته، ركب الباص والدنيا جميلة، بابا أنا نفسي ما تكملش عندك جوه الشنطة يا حيلة، حب براءته شفه نفسه، كان بيراضي حاجات جواه، نقص طفولة خوف كان حبسه، حارب يأسه بلعبه معاه. مشهد رابع درس الثانوي، ذاكر يا ابني بيجري الوقت، عايزك تنجح طب يا دكتور، حلم حلمته وانا صدقت، كان مستني نتيجته كانه لما هينجح راح يغنيه عن نضارته وعمره الضايع، فرحه هتملى الدنيا عليه. مشهد خامس دخل الجامعه، الشملول بيحبه وراجل خط دقنه صوته بيعلى، هو وهو نار في مراجل، انا مش عايز لا ده انا طولك، ما تقوليش صح وما يصحش، العكاز بقى شوكه في ظهره، لا والواد من قهره ما حسش، بكره هيعقد عيل طايش، اما اعمل له لقمه ياكلها، لا ده الساعه عدت واحده، اول ليله بيتاخرها، قالوا معلش حبيبي انا اسف، شكل قلقتك، بس يا ريت طمن قلبي على ابن الحيله لو موجود عندك في البيت. أصلي يا عمو ثم تنهد، عارف إن الشملول جنبه، ما تلفش وتدور يا حبيبي، قول له أبوك كان إيه ذنبه. مشهد سادس هو وهو، بس المرة دي دون إزعاج،
في الإنعاش والتاني بيبكي وقلف بيدعو قلوبنا معاك، قوم مش هعني التاني سامحني، قوم اضربني اعدمني العافية، اللي تردك هيموتني، شكل حياتي بدونك كافية، شكل حياتي بدونك جافية، حتى احكي لك ان ما عدتش هسهر تاني نص الليل، واني هبطل بكرة سجاير، واني هاكل لك ظهر وحيل، غم عيونه في مشهد سابع كل متابع للأحداث، صوته مردد جوه ودانه، عايزك يا ابني زنت الناس، اصحى يا بابا انا غلطان، رح اسمع من الليلة كلامك، أؤمر بس وكل يجاب، هبقى في ليل ونهار خدامك. مشهد تامن، قاعد وحده نفسه يناكف فيه من تاني، ظن ان الوحدة تكون راحته، بس اتأكد انه اناني، قلبه القاسي لان متأخر، كان بينام ويشخر عادي، ولا في دماغه الدنيا في حالها، عنه ابوه بيحملها وراضي، مات ولكنه ساب له مبادئ لاجل ما يعرف بيها يكون راجل ملو هدومه وعاقل، ظهري عافر بيه في الكون. الله عليك يا حسام، الله عليك يا استاذ حسام، ما شاء الله عليك، شكرا جدا جدا جدا، وانا سعيد جدا بصراحه في لقائك بينا النهارده، ونتمنى ان انت تيجي معانا تاني عشان احنا لسه ما يعني لسه ما شبعناش. اعزائي المشاهدين، دي كانت اخر فقره من برنامجنا مفاتيح السعاده، شاعرنا الجميل استاذ حسام محمود، استنونا ان شاء الله في يوم الثلاثاء الجاي الساعه 2 العصر، برنامج مفاتيح السعاده، مفتاح جديد باذن الله.